خليفة الأجداد فرع تسلسل عن كرام فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجاد، فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفاد. قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. الحمد لله الله. اكتبوا لنا الفاتحة. الفاتحة منكم عليكم ومنكم جينا قاصدين. نحن قاعدين هنا مدة منتظرين فاتحتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا فرنسا عندك جينا قاصدين وطالبين. امين امين. تريم اهلها تريم اهلها عندك. تريم اهلها عندك. سرها ساري لكم. امين امين امين. الله يقبل لكم. اطلبوكم يا حبيب. امين. يا الله امين. رقي حبيبنا علي بن محمد مديح على المراقي ويديم شربه من احلى السواقي بيده اكرم ساقي وبلغه ما يرجو فوق ما يرجو في نفسه واولاده واهل بلاده واهل زمنه في المسلمين، وان الله يرفعه على المراتب مع جزيل المواهب والعطايا السواكب من حضرة القدوس بوجهة سيد الوجود مزكي النفوس فيجود علينا بصلاح والفلاح والنجاح وصلاح البلاد والعباد ويعيد علينا عوايد أسلافنا والأجداد ويذيقنا بهم لذة الوداد يرفعنا بهم على مراتب القرب ويسقينا من أحلى شرب ويحنن علينا الروح الطاهرة ويصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة في الدنيا والبرزخ والآخرة مع فتوحات ربانية رحمانية نبلغ بها ذرى القربية ونحوز بها الارتقاء إلى أعلى مراتب الصديقية الكبرى مع خواص من رأتهم عن عناية لا سرا وجهرا وعيادات في زيادات وطول عمر في طاعة الله وبركة في الأهل والأولاد والذرية وأن يسير بهم في السبيل السوية ويدفع عنا عنهم كل أذية وبلية وبلغنا أقاصي الأمنية ويرحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة. منتقي إلى رحمة الله تبارك وتعالى عليه اليوم لأحمد بن سالم لحق يرفع له المراتب والدرجات وجميع موتانا موت المسلمين وفتح ومنح ونجح وفوز وسعادة كبيرة وسير في خير سيرة عبادة لله على بصيرة. دخول في فتح ومنح ونجح وفوز وسعادة كبيرة وسير في خير سيرة عبادة لله على بصيرة. دخول في أهل المقام العاشر وصلاح لكل باطن وظاهر واجتماع بزين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وحنان روحه الكريمة علينا وارتقى المراتب العلا مع خيار الملا في خير لطف وعافية. الله صل على محمد.